السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسنا اللغة العربية للصف الثالث متوسط. عندي ندخل مادة الأدب، راح نلخصها صفحة 18 الجزء الأول، الأدب ونشأته. هنا سؤال يقول: ما هي أصل كلمة الأدب؟ وماذا يطلق العرب في عصر ما قبل الإسلام على الطعام الذي يدعى الناس إليه؟ أعيد السؤال: ما هي أصل كلمة الأدب؟ وماذا يطلق العرب في العصر الجاهلي على الطعام الذي يدعى الناس إليه؟ الجواب أقول: أصل كلمة الأدب من المؤدبة. هذا الجواب. هعيني: وقد كان العرب في عصر ما قبل الإسلام يطلقون على الطعام الذي يدعون الناس إليه مؤدبة، والأدب هو الداعي إلى الطعام. هذا الجواب، أصل كلمة الأدب من المؤدبة، وكانوا العرب في عصر، يعني هذا الجواب. السؤال مالهن: ما أصل كلمة الأدب؟ وماذا يطلق العرب في عصر الجاهلي في عصر ما قبل الإسلام على الطعام الذي يدعى الناس إليه؟ هذا الجواب. زين، هنا نقول: ما هو الشعر؟ هذا ما بيشي، ما بيشي، لا تقرونه، كل شيء ما بي. هنا ما هو الشعر وما هي أنواعه؟ ما الشعر وما أنواعه؟ تعريف الشعر: هذا هو الكلام الموزون المقفى الذي يدل على معنى. هذا تعريف الشعر. أنواعه: الشعر الوجداني والملحمي، الملحمي والتعليمي والتمثيلي. هذا الشعر وأنواعه، تعريف الشعر وأنواعه، حفظ. زين، النثر: ما النثر وما أنواعه؟ النثر هو كلام مرسل لا يتقيد بالوزن. أنواع النثر: المقالة والخطابة والقصة والرواية والمسرحية. زين، نجي على العصور الأدبية. قسم، نقول الباحثون، تقسيم العصور الأدبية على 6 أقسام: أولاً عصر ما قبل الإسلام، وعصر صدر الإسلام، والعصر الأموي، والعصر العباسي، والعصور المتأخرة، والعصر الحديث. نكتبهن بالسرة أحسن، خاطر لا ينقصون من درجاتكم. زين، هنا عندي بعصر ما قبل الإسلام، طبعا هذا تعريفه، خلينا ألخصه. نقول: ما هي المصادر العربية التي حملت أخبار عصر ما قبل الإسلام؟ وما هي السؤال مصادر العربية التي حملت أخبار عصر ما قبل الإسلام؟ شنو المصادر العربية؟ نقول المعلقات، المفضليات، والأصمعيات، وكتب الحماسة. هذا هو بس يجي، هذا السؤال والجواب. ما هي المصادر العربية؟ وبعدين هو العصر الذي يمتد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ب150 أو 200 سنة. وشنو المصادر العربية؟ المعلقات، وهذا كلهن. زين، نجي على عصر صدر الإسلام. متى يبدأ عصر صدر الإسلام؟ وشنو الشعراء؟ يبدأ هذا العصر بظهور الإسلام، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ بظهور الإسلام وينتهي بقيام الدولة الأموية سنة 41 هجرية. وشنو الشعراء؟ حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة. زين، هذه الشعراء. نجي على النثر، شنو حال النثر في عصر صدر الإسلام؟ ما هو النثر؟ نقول هذا كله، نقول بالنسبة للنثر بدأت الحاجة إليه بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، واطلاعه بأمور الدولة في داخل المدينة وخارجها. نجي على العصر الأموي، من يبدأ العصر الأموي ومن ينتهي؟ يبدأ بظهور الدولة الأموية سنة 41 هجرية، وينتهي بسقوطها 132 هجرية. زين، هنا عندي: ما هي مظاهر التغيير التي ظهرت على موضوعات القصيدة العربية؟ هذا سؤال. شنو السؤال؟ ما هي مظاهر التغيير التي دخلت في موضوعات القصيدة العربية؟ شنو هي؟ جواب: الغزل والمديح والهجاء، فضلا عن ظهور القصيدة السياسية والشعر الحنين إلى الأوطان والنقائض وغير ذلك. زين، هاي مظاهر التغيير. هنا عندي عدة العصر، سؤال، نقول هذا السؤال: عدة العصر الأموي، عدة العصر الأموي
هو عصر الخطابة الذهبي. هذا مهم، هذا السؤال. شنو السؤال؟ عده العصر الأموي، عصر الخطابة الذهبي. شنو الجواب؟ هذا منه، هذا الجواب، لأن النثر لحد هذه. هذا السؤال ما ماتي، وهذا الجواب. زين، العصر ثاني، رابع عصر، العصر العباسي. متى يبدأ العصر العباسي ومتى ينتهي؟ يبدأ بقيام الدولة العباسية سنة 132 هجرية، وينتهي بسقوطها سنة 656 هجرية. متى يبدأ العصر العباسي ومتى ينتهي؟ زين، هناش عندي، ما هي الفنون الجديدة في العصر العباسي؟ الشعر التعليمي، والشعر الصوفي، وشعر الطرد. شنو الشعراء مالاته؟ منهم من أبرز الشعراء بشار بن برد، وأبو نواس، وأبو العتاهية، ودعب الخزاعي، وأبو تمام، والمتنبي، والشريف الرضي. بالعصر العباسي شنو وشنو النثر؟ ما هو النثر في العصر العباسي؟ ابن المقفع، والجاحظ، وأبو حيان التوحيدي، وابن العميد، والصاحب بن عباد. يعني شنو العصر العباسي؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ ها عيني، وشنو الفنون الجديدة؟ هذني تعليم، والصوفي، والطرب. شنو الشعراء وشنو النثر؟ زين، نجي على العصور المتأخرة، متى تبدأ ومتى تنتهي؟ تبدأ بعد انتهاء العصر العباسي سنة 656 هجرية، وتنتهي بالعصر الحديث. ها عيني؟ زين، شنو الأبرز الشعراء؟ أبرز شعراء هذولي صف الدين الحلي، وفضولي البغدادي، ولسان الدين بن الخطيب، وابن منظور، وابن خلدون. زين، العصر الحديث، متى يبدأ العصر الحديث ومتى ينتهي؟ نقول اختلف الباحثون في تحديد بداية الأدب الحديث، إلا أنه اتفقوا على أن حملة نابليون على مصر هي الفاصل بين أدب العصور التاريخية. زين، هسه شو نقول؟ هنا بعد شنو؟ سؤال، نقول عدة الباحثون حملة نابليون بداية العصر الحديث. حملة نابليون بداية العصر الحديث، شو نقول؟ الجواب هذا. السؤال، خلينا نعيد السؤال، يقول عدة الباحثون حملة نابليون بداية العصر الحديث. الجواب، لما تركته في الحياة الثقافية لحد هذه، تأسيس معاهد التعليم. هذا الجواب. ما هو الشعراء؟ محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، والحبوبي، والزهاوي، والرصافي، والجواهري، والسياب، ونازك الملائكة. هاي من أمه، هاي أبرز شعراء العصر الحديث. زين، نجي على النثر. شنو النثر بالعصر الحديث؟ النثر عندي المقالة، والقصة، والرواية، والمسرحية. ما هي عوامل النهضة؟ ما هي عوامل النهضة الأدبية في العصر الحديث؟ عندي حملة نابليون والبعثات العلمية. خلينا نشوف حملة نابليون. طبعا ستة هي عوامل النهضة، اي ستة. حملة نابليون، حملة نابليون نجي عليه، نقول حملة نابليون كان تأثير، هذا سؤال، ما هو تأثير حملة نابليون على مصر سنة 1798 ميلاديا على الواقع العربي فيها؟ شنو الجواب؟ نقول منه هذا الجواب. جرت أحداث مهمة في الحياة الأدبية والفكرية والثقافية، مثل إنشاء المسارح، وبناء المدارس، وإقامة المصانع، وتأسيس الصحف. هذا السؤال، تأثير حملة نابليون على مصر سنة 1798. الجواب هذا الجواب، هذا الجواب. نجي على البعثات، البعثات العلمية. تعددت البعثات في عهد محمد علي باشا إلى خارج مصر. هاي ما بيها شيء، خلنا نشوف شنو بيها. شنو اللغة، التي استخدمت في المدارس؟ ها عيني،
واللغة العربية هي شنو؟ هذا السؤال بالبعثات العلمية، ما هي اللغة التي استخدمت في المدارس التي تم تشييدها أول مرة، وشنو التأثير على الدول الأخرى؟ هذا الجواب كله، هذا الجواب. أعيد السؤال، ما هي اللغة التي استخدمت في المدارس التي تم تشييدها أول مرة، وشنو تأثيرها على الدول الأخرى؟ هذا الجواب. نجي على الصحافة، شنو دور الصحافة في نهضة الأدب، وما هي الصحف؟ شنو نقول؟ هذا دور الصحافة، هذا كله قروء، كله قروء، هذا الصحافة، دور الصحافة. ومن هي أهم الصحف؟ الوقائع المصرية، الزوراء العراقية، والأخبار اللبنانية، والرائدة التونسية، ومرآة الأحوال، وجوائد في الأستانة. زين، الصحافة هاي طبعا مهمة. وخافي أكو سؤال يقول عدد عوامل النهضة الأدبية في العصر الحديث واشرح واحدة من عندها. أنتم مش كيفكم تشرحون الصحافة؟ شرحوها سهلة. نجي على الطباعة، الطباعة نقول متى، سؤال متى عرفت البلاد العربية الطباعة؟ متى عرفت البلاد العربية الطباعة والمطابع؟ وضح ذلك. شو نقول منا؟ نقول هذه كلها الطباعة، هذا الجواب مالها كلها. متى عرفت البلاد العربية الطباعة والمطابع؟ نجي على حركة التأليف والترجمة، متى بدأت الترجمة؟ شو وقت بدأت الترجمة؟ بدأت وين؟ في عهد يا هذا في عهد محمد علي باشا. شو وقت بدأت؟ في عهد محمد علي باشا. زين، من أبرز من لمعة أسمائهم في الترجمة هذولي رفاعة الطهطاوي، الطهطاوي والمنفلوطي، هم بس ذول الاثنين. زين، كانت لهم مشاركات في الترجمة، شنو هي هذه؟ ماجد الدولين الفضيلة والشاعر وفي سبيل التاج. زين، بقى لي آخر موضوع هو فنون الأدب. فنون الأدب، زين، فنون الأدب، ما هي أقسام الأدب؟ شنو أقسام الأدب؟ عد الشعر والنثر. الشعر والنثر، نجي على الشعر، ما هي أنواع الشعر؟ الوجداني يعني الغنائي، والتمثيل المسرحي، والتعليمي، والملحمي. ما هي أنواع الشعر من حيث الشكل؟ الشعر العمودي، والشعر الحر، وقصيدة النثر. ما هي أقسام النثر بحسب يعني أساليبه؟ النثر الفني والنثر العلمي. النثر الفني والعلمي، ماما هذا شنو السؤال؟ ما هي أقسام الأدب؟ الشعر والنثر. ما هي أنواع الشعر؟ وجداني، الغنائي، والتمثيلي، المسرحي، والتعليمي، والملحمي. ما هي أنواع الشعر من حيث الشكل؟ العمودي، والشعر الحر، وقصيدة النثر. ما هي أنواع النثر بحسب أساليبه؟ نثر فني ونثر علمي. نجي على النثر الفني، ما هي أقسام النثر الفني؟ النثر الإبداعي والوصفي. النثر الإبداعي شنو أنواعه؟ الخطابة، والمقالة، والقصة، والرواية، والمسرحية، والسيرة الذاتية، وأدب الرحلات. ما هي النثر الوصفي؟ شنو النثر الوصفي؟ يشتمل على الدراسات المتعلقة بنشأة الأدب الإبداعي وتحليله وتقويمه، مثل كتب تاريخ الأدب وكتب النقد الأدبي. زين، نجي على هو هذا آخر شيء، ما هو النثر العلمي وما هي خصائصه؟ النثر العلمي نقول يعني الموضوعات العلمية إنسانية كانت أم علمية، ومن أهم خصائصه الدقة والوضوح والتركيز والإقناع والابتعاد من التكلف والتعقيد. زين، وهذا أسئلة المناقشة هستونا لخصناها، يعني نفس التلخيص، هذا نفس التلخيص اللي لخصناه. وكل التوفيق يا ربي.